اذا الله اعتمد عليهم هم بهاي بهذا الوضع. لا شلون تجيب النتائج كابتن؟ انا اجيبها لان انا اعمل. هم بالتزوير؟ لا استاذ، لان انا اعمل. طيب ليش اتهموكم الزورون اليوم؟ كل الوسط الرياضي وكل منتخباتنا تزوير. بالضبط. صحيح. صحيح؟ لا مو صحيح التزوير. بالصحيح متهمين احنا. يعني منتخباتنا بها تزوير ولا ما بها؟ يعني هذا السؤال ما اعرف يعني هسه انا اتمنى اي لا احكي لك هسه انا مثلا انت انا مدرب اليوم منتخب اشبال هسه عندي انا مع الحراس 25 لاعب مع الحراس انت عضو اتحاد تعال علي حتى تشوفني انا عندي لاعبين تزوير لو لا ما حد اجاب دخل يجيني واحد يقول لي كابتن ذولا لاعبين عندك تزوير حتى اعطيك قائمه ودزوا على المدير اداره خوب هذا مو عملي انا استاذ دزوا على المدير اداره وخلوا له عضو اتحاد او منسق او مدير اتحاد يروحون للجوازات يروحون للجنسيه يروحون على هاي البطاقه الوطنيه اللي يقولون ما تزور مو زين ويتاكدون من اللاعبين حلو اذا انا لا واحد جار لا واحد شايفني لا انت تدري انا اجر ملعب على حساب الخاص استاذ علي ومرات اتمرن على الشاطئيه يعني انا مرات اسمع يقولون راح يجيبون مدير فني اجنبي اي كادر يعني هو يشرف على زين هذا الكادر راح يقول لكم وين هذا ساعات هاش مريض اشوف فريقه شو تقولوا له وين قاعد يتمرن ما يدرون بيك وين تتمرن الخماسي مثلا على الشاطئيه يدرون بيك وين تتمرن قاعد اقول لك ما حد يدري بي انا ايش قاعد امرن يعني كابتن منتخب اشبال العراق ما يدرون وين يتمرن استاذ علي مو انت من والله فاجئتني بصراحه مو فاجئتك لا هي هاي الحقيقه